التحية متجددة مشاهدين الأعزاء ومتابعين الكرام بحضراتكم مع استمرارية انطلاقات شواطي هذا اليوم. شوطنا الخامس عشر الذي انطلق منذ قليل الخاسي بمنافسة الإبكار مباشرة إلى الصدارة، مباشرة إلى المقدمة وإلى إثارة، إثارة من تحتل المقدمة والمركز الأول بشعار مهير بن محمد بن خميس، أو مهير بن محمد بن خميس بالصوب الاكتبي اللي يحتل المقدمة والمركز الأول بيرم الغدوم، والانطلاق على المركز الثاني من كيف محمد بن سهيل بالذويب العامري يحتل المركز الثاني، بينما في المركز الثالث راهية لسعيد بن أحمد بن هويمل العامري يتقدم على المركز الثالث، بينما في المركز الرابع أشوف الهبة، الهبة وسلالة لهب تتقدم مع المركز الرابع لسالم بن أحمد بالحوته العامري، بينما في المركز الخامس غايد المصانع الجنوب يقدم لنا العين عبد الله بن الصابر عطيره العامري يحتل المركز الخامس من خلال هذا الانطلاق. هكذا نتيجتنا وندائنا للخمسة المراكز الأولى، ولكن العودة إلى إثارة، العودة إلى إثارة، أثاره بالذكريات، أثاره بالذكريات. الله مهير بن محمد بالصوب الاكتبي يتقدم على مقدمة هذا الشوط والبداية الأولى، ما شاء الله وتبارك الله. رعي الطيارة، مضمر الطيارة في الأعوام الماضية اللي سجل بصمة قوية في ميادين السباقات، مهير بن محمد بن خميس بالصوب الاكتبي يقدم لنا إثارة في مقدمة الشوط، بينما بالذويب يأتي مع ثاني المراكز ليقدم لنا كيف محمد بن سهيل بالذويب العامري يحتل المركز الثاني، وابن هويمل يأتي مع المركز الثالث ليقدم لنا راهية سعيد بن أحمد بن سالم بن هويمل العامري، بينما الهبة مع المركز الرابع يقدمها بالحوتة، يقدم لنا الهبة سالم بن أحمد بالحوتة العامري. وخامس المراكز هذه هي مكارم، مكارم محمد بن عبيد بن يميع السبوسي، هذه هي المراكز الأولى. ولكن نعود مع إثارة، ركز يا راعي إثارة، ركز مع هذا الانطلاق يا علي بن حمد، ركز مع هذا التركيز، مع هذا المنعطف الأخير، مع الغلاف الجوي الأخير، ركز. واصلين هل الطلايب غادمين، بينما اللي وصلت وجد مع المركز الثاني، وجد لمحمد بن سلطان بن ميرين الاكتبي احد الاسماء الخطيره والمرعبه في هذا الانطلاق المثير يقدمها في هذه اللحظات، وجد بينما في المركز الثالث. هذه هي فزعه لمحمد بن سالم القايدي تحتل المركز الثالث. هنا العزوم مبارك بن خميس بالصوب الاكتبي يتقدم مع المركز الثالث، اما بن هويم اللي يتواجد في المركز الرابع. الله يا وجد الخمسة مئة متر الأخير، وانطلقت إلى الصدارة محمد بن سلطان بن ميرين الاكتبي ممثل الهال الفوعة، ممثل هال الفوعة. الله ما شاء الله، ما شاء الله وتبارك الله. تحية يا أبو محمد على هذا الانطلاق، تحية يا أبو سلطان، يا أبو سلطان على هذا الفوز، النقطة الثانية في هذا اليوم لهذا الشعار. سلامات غشباوية إلى غشابه، إلى غشابه، سلام يا غشابه، سلام، سلامي على هذا الأداء المثير. هذه هي وجد تصل إلى خط النهاية محققة هذا الفوز والانتصار، بينما وصلت في المركز الثاني ما شاء الله على بعد المسافة. هذه هي من المركز الثاني العزوم مبارك بن خميس بالصوب، المركز الثالث غصاب العطيره، المركز الرابع وصلت فيه شواهين عبد الله بن احمد الاكتبي، المركز الخامس وصلت فيه الهبه لسالم بن احمد بالحوته العامريه. هكذا مشاهدينا الاعزاء ومتابعينا الكرام النتيجه للخمسه المراكز الاولى، تهنئتنا وناموس الى مالكي وجد التي تفوز بالنقطه الثانيه من خلال تواجدي هذا الشعار. والتوقيت الزمني 4:37 والتحية إلى هالي غشابة وإلى الفوعة، منطقة الفوعة في مدينة العين على هذا الانتصار الجميل. تهانينا لجميع الفائزين.